السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلف اللون رافع معكم، جيت براكم. لا الحمد لله. دونك لا فيديو تاع اليوم راح نوري الحبيب سويدية. نعاود نولي ليك حبيب سويدية. داك تهضر على بن طلحة، وراهم جاي يهضروا على بن طلحة هاد الايامات. راديو مونتي كاربو عرضو زيطوط مع داك حسين، واسمه يا ربي حسين جيد الله، حسين واحد المكريزي هكذايا، عرضوهم راديو مونتي كارلو باش يهضروا على زعما لي ماسك تاع بن طلحة. شوف دوك اكتيرمون في هذا الوقت هكذا نوري لكم الصفحات تاعهم كامل. زيطو طراشاد واسمه مخيوبة اسيا بالشود، هادو كامل راهم دايرين هاد الايامات. بن طلحة بن طلحة تريبينال بينال انترناسيونال وكذا، ستادير كيفاش يتاجروا بالدماء تاع الناس. باغ اكزومبل هادي اسيا بالشود، دوك نوريلكم الوغ هي تكتب دون لا نوي دو 22 او 23 سبتمبر 1997 بخي دو 400 بيرسون ont été sauvagement massacrés et tués dans le village de Bent Talha, à 15 km au sud d'Alger. Pendant environ 10 heures, les assaillants, après être fait inviter de force à dîner dans les familles, ils ont exécuté femmes et enfants, vieillards dans une sauvagerie sans nom. Témoignage. Alors, dès un témoignage, Tawahid de sa détresse, Yahya voit un jeune assaillant s'affoler en s'apercevant les militaires. C'est le seul que d'Amnalik. Dès la tableau fait d'Alha, هادي اسير الشوت تاع هاد المرا هادي اللي مسكينه قتلها ولادها. هادي لاباج تاعها اوكي باش تشوفو يعني. و دايره ايميسيون في المغاربيه مع المغاربيه، ايميسيون مع المغاربيه لكم. هذيك ليميسيون في المغاربيه تهضر قالنا بون طابلو موراها باش تستعطف الناس. شوفوا هادي رشاد، هذه متاجرة بدماء الناس ومصايب الناس. استاذي كش واحد في الصالون تاعو حبابك نقولوا لي يا خوتي، كش واحد في الصالون تاعو يقعد ويحط طابلو تاع مرات تبكي على ولادها هكذا كش حكا فيها ويقعد في صالون هكذا تاع الضيافة تحط له طابلو هكذا زعما شكون انت تجي سوليدار معاه. شوف ما كاش قلب يا خو نستعمل الطابلو تاع المرا هذه اللي قتلوا لها فاميلتها dans une détresse indescriptible باش نقول بلي انايا راني مع صحاب بن طلحة باسكو علاش قتلهم الجيش كيما يقولوا هما تحيرو. شوفوا يلحقوا والو لا حشمه ولا ميم با لو ريسبي. كي تقراو لي كومونتير روحوا لاباج تاعها باش ما نطولوش، تقراو لي كومونتير. كاين واحد تما قال هادي ما علاش راك ديري في لافوطو تاعها راهي مريضه وكدا خليها ترونكيل. تعرفوا شنو ريبونداولو؟ ريبونداولو قالوا له هذيك ماشي غير يما كيما انا كاع نديرو الطابلو تاعها كيما تحب تشوف هادي يما هي وحكموا له فيها. شوفوا لي كومونتير هادي باش تشوفوا يعني كيفاش يتاجروا. داروا ايميسيون كيف كيف يوروا لو ميم طابلو، لو ميم طابلو يوروه من حل المصالحه الجزائريه بعد 20 عام من جزارة بن طلحة. هايليك كيف كيف هذيك المرا مسكينه تاجروا بها واحد ما حس بها 20 سنه كانت هذيك عايشه في فرنسا ستراسبورغ ولا كلاس اللي زعما قعدت تكلم معها. شوف مونتي كارلو Mais ça, c'est fini le temps où je t'ai mis en place. Quand c'est consigné. معكم حول الحلال. سعد الصابري.
وتعتم أوقاتا معنا حول حدثين كعادتنا لهذا اليوم خلال هذه الساعة. ترافقنا خلالها بولين على الإخراج. لا أحد اليوم على الهاتف، رشحة غير موجودة، ولكن بولين ستقوم بالمهمتين في آن معا. قضيتنا لهذا اليوم هي ذكرى مجزرة بن طلحة، ذكرى 20 لهذه المجزرة في الجزائر. ومن ثم نقرأ بين سطور خطاب الرئيس اللبناني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا أردتم أن تتواصلوا معنا يمكنكم ذلك من خلال إرسال رسائل خاصة عبر صفحة الفيسبوك معكم حول الحدث. قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14 ليلة 22 من سبتمبر أيلول ليست كباقي الليالي بالنسبة للجزائريين. ففي مثل هذا التاريخ وقبل 20 عاما تسلل مسلحون بحسب الرواية إلى منازل المدنيين الواقعة في أحياء منطقة بن طلحة جنوبية العاصمة الجزائرية، ليستيقظ الجزائريون على وقع واحدة من أبشع مجازر القرن الماضي، مشاهد محفورة في أذهان الجميع في بلد تراكمت عليه الويلات بين استعمار خارجي ومجازر داخلية وعشريات ملونة بألوان الدم والحداد. ما الذي تبقى من هذه المجزرة؟ هل المصالحة استطاعت محو تلك المشاهد؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة في تجارب حديثة يمر بها العالم العربي اليوم؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا، السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، والسيد الدكتور حسين جيدل الباحث في الأنثروبولوجيا في باريس والأستاذ الجامعي. أرحب بكما وأدعوكما في البداية كما أدعو مستمعينا للاستماع إلى هذا الروبورتاج، عده يقدمه من الجزائر فيصل مطاوي. طلعوا الفوق بدأوا يقولوا الفنسة، احنا طلعنا في اللابلين بعد قادوا يقولوا نروح بعد غرق خلص حركوا في البليسير ما بشي بيهم مطلحة بيهم يورطوا الجيش. شوف مونتي كارلو زيتوتو حسين جيني يقول لك احنا ما نحبوش تدخل الاجنبي، واش دخل مونتي كارلو؟ علاش شكون جابهم مونتي كارلو؟ شكون دار هاد السيجي مونتي كارلو؟ لي ميديا شكون لي كونتروليهم؟ حي كونتروليهم الموساد بيان سير. شوف نوريلكم دونك روحوا تشوفوا لابار تاع الخيوبة، روحوا تشوفوا كاع معمر كاع بن طلحة بن طلحة بن طلحة. بصح اليوم نجاوبوا السويدية نجاوب لك ليك ونعطيك شهادة، شهادة تاع اللي بدرتها انا عاود نسمعها لك، بالك ما سمعتهاش، بالك ما سمعتهاش ما نقدرش نلومك هكذايا. ونزيد نعطيك شهادة تاع واحد اخر جزائري اسمه ابو مسلم الجزائري مع القاعدة، عنده قجاسيت كتابات وكلش يكسبليكي لك واش صرا في الجزائر ضد المصالحة وكذا، يقول لك واش كان هو البروجي في الجزائر. سيتي كوا لو بروجي؟ البروجي سيتي كوا في الجزائر هكذا، سيتي لي زيليكسيون ولا إقامة الدولة الإسلامية بالشرع الإسلامي، باش تفهم مليح باش تدخل لك في راسك. على كل حال تاشي ما تدخلش في راسك ما تقدرش تقول لي ماجوريال سي فيني. شوف نوريلك باش تعرف هاد الشيء هدايا سيرتو هاد الايامات. تبعوني مليح شنو نقول لكم، هاد الايامات فوزالي اونتوندر بوكو هكذايا سيرتو دوك تشوفوا على العربيه الجزائريه ستادير مع التطبيع تاع اسرائيل هذوك لي بي عرب ما يقدروش يخلو الجزائر ترونكيل، نكركروهم معنا ولا باش ما نبانوش حنا رخاص، لازم كاع نبانو رخاص ولا نقلبو لك البلاد. شفتو كي قالو تبون حنا ما كاش لا تطبيع لا مباركو ولا نهرولو معاه يا با بروبليم. دونك تقعدو من الجزائر، الجزائر على بالهم باللي الناس هادوما اللي دخلوا لكم الفكره تاع مدنيه ماشي عسكريه ولا عسكر دار ولا عسكر قتل عسكر قتل، عندهم ارض خصبه في الجزائر استاذير، ما قدرلوش الجيش تاعنا بالقوه ينوضوا الشعب، ينوضوا الشعب كاش ما تغديقا. وانتوما روجوا باش تروحوا للتريبينال بينال انترناسيونال، دوك تسمعوا شويه واش يهضر، كي تروح للتريبينال بينال انترناسيونال واش محابين هما باش يديروا لومبارغو للجيش الجزائري كيما داروا له في التسعينات، يديروا لومبارغو باسكو حنا نسلحوا فيه وحنا عند الروس وكذا، دونك سكي في عندنا سلاح وباش يحبسوا لنا سلاح. وهادو شكون تخدم المغرب
وتخدم اسرائيل. هاد الناس هذوما راهم يخدموا على المشروع هذا بلا ما راهم فايقين. شكون نقول لكم سيت على الجيش الاسرائيلي بال الجيش الاسرائيلي بالعربيه هكذا فيسبوك هذه الجيش الدفاع الاسرائيلي بالعربيه واسمع لاباج يقول لكم مجزره الرمكه مجزره الرئيس مجزره بني مسوس وغيرها الكثير من المجازر والجرائم التي ارتكبها وتواطأ فيها الجيش الجزائري في حق مواطنيه. شوف اسرائيل يروجوا في النعسه تسمع هاد الناس هادوما كشول هذا رشاد هذا سوالي راهم يخدموا في مشروع لتحطيم الجيش الجزائري بمساعدة فئة من الشعب في الجزائر الإسلامويين تاع الفيس اللي حابين يتحاسبوا مع الجيش تاعنا بصح يتحاسبوا بالمنظمات الدولية حابين يقضيوا على الجيش تاعنا بصح ما يقدروش هذول يهيجوا الشباب تاعنا مساكن يهيجوهم هم ديك الجيش هم قتلوا هم ذبحوا هم داروا وما يحبوش يحبسوه استادير بس خوش دي البروباغاندا. شوف هما كاع يهضروا هاد الهضره هذه من اسرائيل وروح مونتي كارلو اسرائيل كدا فرانسوا جازي ديال الكتاب تاع سويديه هما بزاف غاشي يهضروا واحد فيهم ما حضر واحد ما شاف واحد ما كان تما كاع يكذبوا. شوف البروباغاندا انا نجيك وحدي نجيب لك شواهد وحدي نجيب لك شواهد سويديه تبعني مليح نسمعك في الليبي هذاك دابور نسمعك واش كنت تهضر تريبينا بين انترناسيونال وحده ومن بعد نسمع لك الليبي هذاك ونعطيك الشهاده تاع ابو مسلم الجزائري ونشوفوا شكون هو اللي الشعب الجزائري تكون عنده شهاده تاع صح تسمى هذاك تاع السوري هذاك الشامي تاع الليبي ودوك الزنجبيل تاع الجزائري تسمى ثلاث شهود ثلاث شهود منهم منهم ماشي 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 دياراس ولا كيما تقول انت باسكو انت كتبت واحد المقال عندك قبل ما دير لافيديو لافيديو تاع اليوم درتها ما حبش تخرج بالك كوباوها لك شو واش تقول انت هنايا سأحدثكم الليلة على الساعة 10 بتوقيت باريس عن ليلة 22 من سبتمبر سنة 1997 وعن أفظع مجزرة عاشتها الجزائر التي اتهم فيها الإسلاميين ظلما اتهم فيها الإسلاميين ظلما هكذا أوكي وصدقها وشارك في الترويج لها الاستئصاليين من صحفيين ومثقفين كانوا في حرب إيديولوجية استئصالية على الشعب الجزائري تبقى مليح. لا تصدق أي كلمة نقولها تقولها الأنظمة المستبدة وصحافتها عن بن طلحة وإخواتها حتى تقوم دولة العدل والقانون والحق وإنشاء اللجنة تحقيق لجنة تحقيق مستقلة عن ما يسمونه مأساة وطنية. أوكي. تقول بلي الدولة هي اللي دير لابروباغوند نو أوكي حنا ما نغلبوكش دوك نوريك بلي ماشي الدولة اللي دير لابروباغوند دوك نسمعك نسمعك دابور شوية اسمه فرنسي بغات بيت يا اسكو تو الموند ميكوت اسكو تو الموند ميكوت تقول كد المال عيا تو الموند تيكوت تو الموند دوك اسمعوا
En fait, j'ai vu qu'il y a toujours de la désinformation et essayer de faire passer la victime pour un bourreau et de faire du victime du bourreau un héros. يحوسوا يعملوا من الفو حقيقة ومن الحقيقة ان فو كيف يقولوا دونك افيك سي منظومة دوانا يعني اي مو جو سون تران دو بارلي دو لا مانيبيلاسيون دي ميديا واحد بيديرها اون فرونسي زعما باش يسمعوها لي فرونسي زعما باش منظمة دولية بصح ما قدرش ما قدرش ما يفكرش اون فرونسي سورتو دي ميديا الجيريان كونسيرنون les massacres en Algérie concernant tout ce qui s'est passé en Algérie pendant les années 90 jusqu'à maintenant, il y a toujours des médias qui parlent de la façon, comme d'habitude, des années 90 avec les mêmes méthodes en essayant de coller aux victimes les crimes des bourreaux. قولوا لي رحم باباكم هذا يكتب كتاب بالفرنسي ما تمسخروش يا ناس سا كي 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 كونتينيو جوسكا اوجوردي اي بور سا جيم توجور رابلي ا سيز ايراديكاتور اي ا لا بريس ايراديكاتريس اي ا سيز انتيليكتويل ايراديكاتور سو كي ديزي مالكولم اكس سور لي ميديا اي سور لا بريس De mensonges. Tu es là pour appuyer la thèse des généraux, des fascistes et des criminels. Dji, tu viens après pour me dire que Bantalha, dans tout Bantalha, on n'a arrêté que cette Nasser. Les autres, j'avoue, même pas 10 ans, 5 ans dans une télévision, je vais vous dire quelque chose. Le jour du procès, personne ne peut croire à des histoires comme le régime, il peut la faire avaler à un peuple et à l'Occident. L'Occident, même le bouclage, vous ne l'avez pas fait. Donc, vous êtes responsable, si je ne dis pas celui qui a tué avec la hache, vous avez contribué. Où vous étiez le responsable, le premier responsable du massacre de Matara. Sur ces quatre points, dans n'importe quel tribunal pénal international, vous serez condamné. Femme-toi, vous serez condamné. Dans n'importe quel tribunal pénal international. Je sais qu'il y a des tribunaux, les tribunaux pénal international. Il y en a un, dans n'importe quel tribunal pénal international. Et vous ramenez des spécialistes des spécialistes, que ce soit militaire ou civil, vous serez condamné. Vous avez laissé ces gens mourir. Ok. Maintenant, le chemin est bien l'histoire. C'est-à-dire, nous allons voir le chahada. Il y a six fois d'il y a. Je vois qu'il y a un job à le chahada. Dis-moi, il y a un job à l'IA. Ok. اسمع واش يقول ابو طلحه هذايا التجربه الجزائريه اوكي عطيه الله الليبي هنايا جلسه التجربه الجزائريه هذا عيدت فيديو تاعو تحب تروح تشوفها بصح نجي نسمعها لك ليك بالك ما سمعتهاش باش ما نتهمكش ما نقولش سمعها وما حبش يهضر عليها باسكو نورمالمون تهضر عليها الا حبيت صح الشعب الجزائري يعرف الحقائق هذه شهاده ما تقدرش تكذبها تبع مليح واش يقول الما جازر ما كويسين يعني كويسين جيدين يعني مع الزيتون كيف الزيتون صار بنصاره الزيتون بعد ذلك استمر يعني أمير جماعة الإسلامية حتى قتلته جماعة الأربعة جماعة المندية اللي خارجين عليه كثيرة المندية اللي خارجين عليه عملوا له كمين لما الزيتون فقتل في كمين قتلوه هو وجماعة من أصحابه يعني أنتر معه وكان معه عبد الرزاق هذا البار ونجا من الكمين سبحان الله. إيه نعم. شجاع هذا. شجاع هذا. أبو كرش هذا. كان معه ناس. وعلى برتقال هذا. طيب الشيخ هذا كثير تربع تقاتلهم كان؟ إيه قتال.
ها؟ اي نعم كان في قتال دفاع ولا استمرار؟ لا في البداية طبعا كله دفاع وبعدين بدوا يهاجموا ما عشان ينفع احنا نقول نقاتلوا خلاص لازم نمشي نضربهم هناك فبدوا قتال يعني مدة طويلة وهي قشاي بيناتهم يعني. وعنتر قتل هذا الشيخ؟ لما قتل زيتوني في الكمين هذا اللي نصبوه جماعة الأندية تولى بعدها عنتر زوابري بدت مرحلة عنتر زوابري فكانت أشد انحرافا. آخر حياة زيتوني بدأوا هم يمارسوا في هذه المجازر هذه بعض الأعمال صحيح هذه مجازرهم؟ نعم يعني بدأوا هم يمارسوا فيها بعضها يعني فمنها منطقة الفوق اسمها ما اسمها فوق الأربعة هذا في الجبل في شهر رمضان بليده هي ديما الكلام عن بليده ديما بليده كلها بليده الأربعة هي تابعة بليده تابعة ولاية بليده ولاية بليده فيها مجموعة مدن يعني مش الجيش اللي يعمل فيها أكثرها عملوها عدين من الناس الشيء عملوا يا شيخ؟ سبحان الله صحيح الكلام لا صحيح الشيء عملوا يا شيخ؟ المجازر سمعت أشي عملوا يا شيخ؟ المجازر قالوا المجازر هم خلاص يعني بدأوا يترقوا وكذا وكفروا الناس كلها كفروا الناس وصاروا كثيرين يعني تفكروا لأن هذه طبعا هي في حاجات صعب حكايتها لأن هم بالتدريج هكذا وصلوا إلى مرحلة القناعة لتكفير الناس أولا يعني خرجت الكتائب ثم بدأ الناس متعاطفة مع الكتائب اللي خرجت على الجماعة وتركت الجماعة فبدأوا هم يأخذوا في حقد وظل على الناس ثم جت مرحلة انتخابات فالناس صوتت وشاركت وكذا بقوة فهم قالت الناس يعني هذا مشارك هذا كل مع الطاغوت كل من شاركت وكذا بقوة فهم كيف فهم قالت الناس يعني هذا مشارك هذا كل مع الطاغوت كل من شارك فهذا كافر يعني كذا فكفروا الناس بعدين بدأوا بشوي بالتدريج بدأوا يصنفوا في الولايات كل ولاية عندها تصنيف معين وفي ولاية سموها ولاية محاربة ولاية مرتدة ومش عارف ايش بدأت التصنيفات هكذا فأذكر من أول الولايات اللي بدأوا بها ولاية اسمها تيبازا في الغرب الجزائري تيبازا هذه رقمها في الطارقات السيارة في لوحة السيارة 42 كارون دو يقول بالفرنسي يعني بدأوا قتل فأي سيارة كارون دو أي سيارة طبعا في العارف في الجزائر عندهم كل ولاية عندها رقم كل ولاية عندها رقم تبدأ لوحة السيارة تبدأ برقم الولاية ثم هكذا شرطة ثم رقم اللوحة نفسها فهم طبعا على طول هم الجزائري هكذا خلاص الجزائري مطبعين هكذا أول حاجة ينظر للوحة مين أنت يعني فعندهم ال 42 هذه أقتل على طول فبدأ يقتل أي سيارة في 42 يقتلوا الناس اللي فيها داخل السيارة ويمشوا يعني لأنه عندهم خلاص صنفت عنها ولاية محاربة هذه بأسباب معينة اللي مش عارف شنو إيش الأسباب الآن إيش ليش الحكم على هذا كانت هذه من البداية يعني ثم بدأوا هكذا يعني يحكمون على المناطق يحكمون على الولايات يقولوا المنطقة محاربة هذه مش عارف إيش والمنطقة المحاربة معناها خلاص هذه أقتل على طول يعني فهمت كيف أي واحد منها يقتل يعني فبدأوا مثلا يشدوا يعملوا حواجز وكذا يمسكوا مثلا باص جاي من منطقة فلانية أي حد من هذه المنطقة أقتل والبقية يمشي يروح وخلاص فهكذا بدأت عمليات القتل شنيعة جدا في كل مكان يعني ثم جاءت مذبحة كبيرة في منطقة اسمها تابلاط فوق في الجبل فوق الأربعة هكذا اسمع مليح طابلاط يا سي حبيب سويدية حطوه دنك مليح بس كنتك يهضر عليك كنتك يهضر كتاب الحرب القادرة يقول هو يقول لك بلي انت تكذب اسمع مليح على الطريق الجبلية اللي هو تماشي البليدة العاصمة يعني عاصمة البليدة عاصمة الولاية بلدية صغيرة دخلوا عليها في شهر رمضان الواقع في آخر لعلها في أوائل 97 أو في وسط 97 أو شيء فدخلوا على المسجد ويعني بعد الانتخابات طبعا فدخلوا على المسجد حاصروا طبعا مجموعة هم كانوا فريق يعني حاصروا المسجد كذا الناس وقفوا كل واحد مكانه وقعدوا في مكانه وبعدين تعال بالواحد تعال ويطلعوا أطلع أنت حراسة شد من الجبال كذا طلع جماعة غادي هنا يقولون أنت صوتيت ولا ما صوتيتش صوتيت يعني صوت يعني نخبت ولا ما تخبتش يقولون أنا والله أنا انتخبت وأنا الله غالب ومش عارف إيش والله غالب والبطاقة ومش عارف إيش وكذا قلنا طيب روح هناك يذبحوه الثاني يجي تعال اللي بعده أنت فوطيت ولا ما فوطيتش؟ لا أنا ما فوطيتش طيب امشي هناك علمني طيب حساب روح أنا جاء هو يذبحوه حتى هو فذبحوهم كلهم اللي قال فوطيت اللي قال فوطيت كله ذبحوهم ذبحوهم كلهم ذبحوا مجموعة ممكن 40 ولا كانت مجزرة كبيرة هذه يعني
وان الناس لما فطنت وسمعت الدماء والشخير تاع المذبوحين وكذا نقزت الناس وصارت حيصه بيص وكذا نقزوا من الشبابيك وكسروا الزجاج وحياط وكذا حكوا الناس بعدين يعني اوكي الحكايه هذه جايه من الناس بعض اللي حاضرين هذا فاطلقوا عليهم الرصاص فقتلوا مجموعه ايضا بالرصاص وهرب من هرب يعني شهر رمضان بعد صلاه التراويح يصلي في التراويح كان كانت هذه من اكبر المجازر اللي بداوا بها ثم بداوا هكذا مجازر منها صغير ومنها كبير من اكبرها كان مجزرة بن طلحه اللي في ضاحيه العاصمه السفلى ومنها مجزرة سيدي حماد ومجزرة سمعت اسمع كان مجزرة بن طلحه عودها لك كبير من اكبرها كان مجزرة بن طلحه جازر منها صغير ومنها كبير من اكبرها كان مجزرة بن طلحه اللي في ضاحيه العاصمه السفلى ومنها مجزرة سيدي حماد ومجزرة العصاص ومجزرة التفاح وشسمها عده مجازر هذه كلها ارتكاز هؤلاء المجرمين تاع جناح المنفلح سمعت واش قالك هذه كلها ارتكاب المجرمين تاع الجبهه الاسلاميه اسمها الجماعه الاسلاميه المسلحه اسمع مليح يا سويدي باسكو لازمك تريبوندي يا الحكومه الواحده هذا عن ترى احنا الناس قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش فرنسا يكتبوا الحرب القادره مش عارف ايش ويكتبوا ويقولوا الحكومه سمعتوا اسمع الحرب القادره تاعك عده مجالات هذه كلها ارتكاب هؤلاء المجرمين سمعت يهضر يقول لك الناس قاعدين على الانترنت التلفزيوني ضباط فرنسا والحرب القادره تبع مليح راه يكذب فيك هذا راه يكذبك اسكو تقدر تكذبوا انت هاك هذا يقول لك حكومه واحده هذا عن ترى احنا الناس قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش فرنسا يكتبوا الحرب القادره مش عارف ايش ويكتبوا ويقولوا الحكومه هي ارتكبوا خليهم يقولوا حكومه واحده هذا عن ترى احنا الناس قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش فرنسا يكتبوا الحرب القادره مش عارف ايش ترى احنا الناس قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش فرنسا يكتبوا الحرب القادره مش عارف ايش ويكتبوا ويقولوا قاعدين على الانترنت ويتكلموا كذا وضباط مش عارف ايش فرنسا يكتبوا الحرب القادره مش عارف ايش ويكتبوا ويقولوا الحكومه هي ارتكبوا خليهم يقولوا احنا نستر على اهل الاسلام يعني والا احنا هذا شايفين هم اللي قالوا المجازر هذه كلها من ارتكابهم هم ايام عنتر هذا وين اخر ايام زيتوني ثم خلاص ايام عنتر كلها ايام مجازر هذه مجموعه فقط يا شيخ اما الكتائب جماعه المسلح اما الكتائب الاخرى خرجت معظم الكتائب خرجت خلاص ما اشتركت معهم في هذه خرجت شفت جبت لك الكتاب اللي هضرت لك بالفيديو الاخير تاع ابو مصعب سوريا جبت لك الكتاب ما حبيتش تسمع تسمع انت باين باللي تخدم اظن تاع فرنسوا جاز والمغاربه حبيب قلنا اسكو هذا تاع النظام الجزائري ولا واش يكون هذا يعني؟ اسكو هذا لي جورناليست تاع النظام اللي يكذبوا يديروا لا بروباغوند ولا سي كوا الحكايه تقدر تجاوبنا على هذه جاوبنا دير فيديو جاوب قلنا واش راك تخمم على الشهاده هذه سي كوا اللي راك تخمم على الشهاده سيتو هذا ما كان ما نسبك ما والو ما نهضر معاك منطق قدام كاع الجزائريين
هكذا راكو تحركوا في المرميطه هذيك يبعنا قالنا نحركوا المرميطه استادير هذا واش راهو يقول لك هذا اسمه عطيه الليبي جهادي تاع القاعده كتب البلاوات حتى لابو مصعب الزرقاوي عنده سيت ديالو عنده كتابات عنده دروس عنده كذا ما تقدرش تقول هذا خدموه الدياراس ولا خدموه فلان لا فلتان هكذا هو مات على كل حال سي سي قلت له تي فوا انت مع من قاعد قاعد لي مع فرانسوا جاز المرسونير نتاع المروك والصهيون وتبعوا في كلام الصهيون نتوما تهضروا والصهيون يتبعوا فيكم وتجوا تقولوا نتوما حنا انا نحبوا البلاد ونحبوا البلاد تكون فيها دولة القانون يا حسن هاد الناس هاد الناس اللي تقول ما داروا والو هكذايا شوف الناس هادو اللي تقول نتايا ما داروا والو نوري لك واحد العفسه شوف هاد السيت منبر التوحيد والجهاد ابي مسلم الجزائري تبع مليح هكذا هذا الجهاديين انترناسيونال اللي انت راك تقول اسلاميين حصلوا فيهم كذب وكذا بروباغوند عنده كتاب واسمه لمن يريد ان يعرف ما جرى في الجزائر هكذا دوك نوريلك هاوليك الشيخ ابي مسلم الجزائري هكذا ما تعرفوش هذا نتايا سير ما تعرفوش نوريلك نعلمك شويه نعلمك شويه شوف هذه النافذة سميتها لمن يريد أن يعرف ما يجري في الجزائر النافذة فتحت ولا زالت مفتوحة إلى الآن في المواقع المشار إليها أنيفا أردت خلال هذه الرسالة الموجهة إليكم إعلامكم بهذه النافذة المفتوحة هكذا اليوم ما نقراوش بزاف باسكو فيه فايس كما يقولوا كيفاش حبوا يديروا الدولة الإسلامية وكذا إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من الجن والإنس لغاية لم يخلقهم عبثا فإن الله سبحانه حكيم في أفعاله الغاية التي خلق الله الخلق لها في عبادته وحده ونبذ الشرك عنه ومن أجل هذه الغاية أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى آخره يقول لك هذا هو التوحيد الذي أمرنا الله به وخلقنا من أجله الإقرار بوحدانية الله تعالى والكفر بما يعبد من دونه من البراءة منه ومن أهله إذا تقرر هذا فبأي شيء نوحد الله شوف يقول لك ثم تأتي هذه العصابة تكذب ربنا وتشرح قانونا آخر هذا شرك بالله وقد سماه الله شركا في قوله تعالى يقول الآية القرآنية ثم أقول هداكم الله كيف بحال من وقف من وجه من أراد أن بين الأمة هذه المسألة بأن سجنوه وعذبوه وانتهكوا عرضه مدافعين عن هذه القوانين ومن وضع هذه القوانين يقول لك فهذا الشرك يجب براءة منه ومن أهله كما يجب على أهله يقول قوانين وضعية سماء من وضع هذه القوانين إنهم يدافعون عن الشرك فهل هذا يجوز؟ ألم تقولوا أن من دافع على من زعم أنه يخلق مثل الله أنه ليس بمسلم أقول وهذا يدافع على من زعم أن أمره وتشريعه مثل أمر الله وتشريع الله بل هو أفضل وهنا أوجه نصيحة لأفراد الأمن نعلم أنكم لستم سوى منكم الكثير من يغار على دينه ويحاول جهده الالتزام به بل رأينا من بعضكم أيام الاعتقالات الخير الكثير أكتوف قال رأينا من بعض الخير الكثير وهذا الذي لمسناه من هؤلاء البعض هو عامل فردي يعاقب عن حكم الشرعي يعاقب القانون عليه كما كانوا يصرحون لنا بذلك لما كانوا يقدمون لنا الخدمات خلصة
فهل فكرتم عافاكم الله عن حكم الشرع لهذه الوظائف قبل تخرجكم من معاهدكم؟ أقسمتم على ماذا؟ أقسمتم على أن تحموا قوانين الجمهورية، فهل هذا يجوز؟ هل تظنوا أن ما فعلتموه هو مجرد معصية؟ هذا يكفر قاع الدولة، هذه الدولة كفرة، ما تحكمش بالشرع الله كافر. تسمى القانون الوضعي، وهاد الناس كيما هادي قشود ايمونسيبي خاصبو كذا تهضر لك على دولة القانون ويهضروا كاع دولة القانون الديموكراسي لي لوا ريسبي دي لوا. هاد الناس لا كنت حامو عليهم هكذا، ما كانوش يحوسوا كاع على هادي، يحوسوا على تطبيق شرع الله. كان يقولها في 5 جويه عباس ايمان يعني كتاب والسنه، اذا كانت صح هذا كانت صح مرحبا بها، ما كاش منها باش يدو كيما يقول لك الكراسه. دونك ما يستعرفش تيوا، ما يستعرفش بالاخر. في لاباج باسكو حنا نركزوا على بن طلحه اليوم، هذا ابلاي لك شو باش يقول لك. ثم لم يكتفي هؤلاء المحاربون بملاحقه الشباب في الجبال، بل انتقلوا الى اسلوب قذر كان يستعمله الاستثمار، وهو كل من كان له ابن في الجبال تعتقل عائلته. فكم من أم أو زوجة أو بنت قتلت أو انتهك عرضها بسبب أن لها ابن أو زوج أو أب في الجبال. هذه يهدر برك هكذا. يقول لك لم يكتفي النظام بما فعل، بل بعض أفراده كانوا ميليشيات وساهموا في اعتداءات خطيرة على العزل، كما ساهموا من قريب أو من بعيد في تحريف مسار الجماعة المسلحة، اما باختراقها او امر اخر ما على بالوش وشنو هكذا، ويظن ما عنده حتى بروف. البروف اللي عنده دوك يعطيها لك. ولما تفطن بعض الاخوه وعلى راسهم الاخ ابو مصعب عبد المجيد مات رحمه الله يقول، وابو حمزه حطاب بالدسائس، كونوا جماعه اخرى هي جماعه السلفيه للدعوه والدعوه والقتال، وذلك حوالي سنه 1995. الا ان شوف إلا أن هذه التسمية لم تظهر على العيان إلا في سنة 99، وذلك لظروف تنظيمية. في هذه الفترة تورطت الجماعة المسلحة بأعمال هي نعم إرهابية، تورطت الجماعة المسلحة بأعمال هي نعم إرهابية، كما حصل في بن طلحة ورايس. لم تكن الجماعة السلفية ضمن الجماعة المسلحة، وهذا ما اعترف به بوتفليقة في حملته على المشروع الوئام النديم مرة. اسمع يا سي محمد، شوف هاك، شوف هاي ليك، شوف في هذه الفترة تورطت الجماعة المسلحة بإعمال هي نعم إرهابية، كما حصل في بن طلحة ورايس. بن طلحة ورايس يا سي سويدية وصحابك تاع مونتي كارلو، لم تكن الجماعة السلفية ضمن الجماعة وكذا. دونك بن طلحة ورايس داروهم الجهية الإسلاميين. هذا الكتاب دوك نوري لك باش ما تقولش صفحه برك، هاوليك الشيخ ابي مسلم الجزائري، اوكي باش يكون في علمك. هاي منبر التوحيد والجهاد، هادو كاع واش يكتب، ماشي نيمبورت كي، ما تقوليش دياره تقولي هذا مختار، تقولي شو تسمع. عندنا 4 شهود دركا اليوم، اوكي، ابو مصعب السوري، ابو مسلم الجزائري، عطيه الليبي، وهذاك الشامي السوري تاع احرار الشام. 4 شهود كاتبين وهاضرين، اوكي، باش ما تقولش راني نكذب عليك. هاولي
اوكي راهو ليك. شوف فيديو كيما هادي يا سويدية لو كان ما تريبونديش عليها تما الشعب الجزائري جاي يعرفك باللي كذاب ما قدرش تريبوندي سير غير لي بيان سير لي يقول لك ما كاش انا ماغري هما لازم نحي العسكر لازم نطربق الجيش الجزائري كيما الصهيون اللي يخدموا معاهم هذوك بون باينين كاين بزاف الناس تركا كيف يقول لك باسكو هادو شواهد ما تقدرش تهرب منهم امبوسيبل تهرب منهم كاين يجي يقول لك انت راك مع توفيق مع انا ماني مع حتى واحد انا وريتك ماشي انا اللي نقول لك اني وريت الجهاديين اللي كانوا في الجزائر وشاهدوا وهضروا وكتبوا خلاو كتابات يقول لك لي بارول سون فون لي زيكري ريست غي تفهم هاد لافراز حبيب ولا قول فرونسوا جازي يفهم لك لافراز هادي باسكو هو اللي يقريك فرونسي بصح مازال ما نجحش ديزاني 20 سنه ونتا في فرنسا ولا 25 سنه نتا في فرنسا مازال ما تعلمش تهضر فرونسي حنا تعرف المستوى تاعك ماشي اسم فيك هاد اون رياليتي لي كيفاش 25 نون فرونس مازال ما تعرفش ما تعرفش تهضر نعلبوها ماشي لغتك على كل حال بصح كومام 25 اون في بلاد تي ميتريز لا لونغ مازالك ما تعرفش تهضر بعد قصاب العربيه من بعد قالك فرونسوا جات ديرها اون فرونسي باسكو درت زوج هادي حبي ديرها اون فرونسي ودخل اليوم هاي ما خرجتش سمعتها كي كانت تمشي اون ديريكت تحصل في الجيش وكذا دونك و اشياء بشود بعثوا لها لا فيديو الخوال حبابكم قولوا لها بارطاجي هاد لا فيديو كان كانت فحله بارطاجيها ما كان والو حطيها قال هاي اون ريبونس جابوا لنا اخبارات جدد تاع وسمو عطيه الليبي وكذا من بلي الجماعه هي اللي قتلت ومن بعد نشوفوا تاعو علاش ما انترفيناش ولا هذيك ستي نوتر افير حنا نهضروا شكون اللي قتل 30 سنه وانتم تقولوا الجيش هو اللي قتل اوكي دونك جاوبنا عطينا جواب هاي حبيت تهضر على حبيت تهضر على بن طلحه هاي جبتك شهاده ويجيب لك الكتاب ديالك عطيه اللي بيقال لك حنا ما نفتحوا ما نفتحوش اهل الاسلام تما يعتبرهم كلهم اهل الاسلام بصح منحرفين قال لك هادو اللي ما يهضروا في الانترنت وضباط فرنسا والحرب القادره ودا كاع يكذبوا هاو قال لك هو بفمو هضر عليك انت ريبون ديرو عطيه اللي بيها وما تقول عطيه اللي بي كذاب وعطيه الشواهد باللي كذاب جيب لي بروف ما تقوليش كانت كازرنا ما انترفيناوش ولا كانت كذا ما جاوش نو هذه حكايه ما تمشاتش فهمت ولا تستعرف قول نستعرف الاسلاميين هما اللي قتلوا ما تقولش باللي الصحافة هي اللي تكذب والناس اللي يكذبوا ما تقولش هكذايا قول سمحوا لي غلط أني متأكد اليوم باللي الجماعة الإسلامية المسلحة هما اللي يقتلوا صديقي اللي كان عندهم المشروع الإسلامي بوان ألانين ومن بعد تحب نقصروا على ليزانترفونسيون بدا نقصروا يا با بروبليم أيا أنا نستنى لا ريبونس تاعك قدام كاع الجزائريين ريبوندي واسمو الأبو مسلم الجزائري وريبوندي تاعكم هذا لا هادو تاعكم هادو جهاديين انترناسيونال هيا فاز انا سنوك تهلاو في روحكم خوتي والسلام عليكم ورحمه الله.